أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة. وطبعا كما عودناكم كل أسبوع بنختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم، وضيفة الأكثر تميزا لهذا الأسبوع السيدة رهف الجمل. بداية نسعد مساكي ونوريتنا. نسعد مساكي حبيبة. أهلا وسهلا حضرتك المالكة ذا أكاديمية فخر الأردن. بالضبط. بداية ست رهف، لو بدنا ناخذ نبذة بسيطة عن حضرتك على بداياتك، كيف بلشت ومتى بلشت؟ تفضلي. رهف الجمل معك، المالكة الأونر لأكاديمية فخر الأردن. نحن فكرنا بالفكرة من أولها إنه لكل أم، يعني أنا أم وعندي أطفال، الأطفال بشكل عام هن أكثر شيء بهمونا بحياتنا، كمستقبلهم، كدراستهم، شهاداتهم، إنه يكونوا ناجحين بالمجتمع. حبينا نعمل هالفكرة خاص نص منشان نحن نعتبر إنه وقتنا وجهدنا كله نستثمره بالأطفال اللي هن أطفالنا، وأطفال يعني خلينا نقول الناس كلها، يعني نحن نعتبرهم مثل أطفالنا وهي مسؤوليتنا كاملة. حبينا نفتح مثل جو أكاديمي للتدريس. تدريس الأطفال بشكل عام صار أمر كتير متعب بهالفترة هاي، صار أمر كتير ممل للأمهات كلها. حبينا نعمل شيء جديد، نحن حبينا نعمل شيء مبتكر. عملنا أكاديمية خاصة والحمد لله عملناها بقصص، بديكورات، بأشياء كتير ممتعة للأولاد، لحتى نغير لهم نفسيتهم، لحتى نغير لهم سيستم أو الروتين مثل ما بيقولوا الدراسي. حبينا نفوت بالفكرة أكثر، كأول شيء كستاف مدرسات عنا الحمد لله إنه رائع. حبيت أنا وياهم أبلش معهم من الأول، نطلع نحن وياهم درجة درجة، درسنا الموضوع، درسنا الجدول. حبينا نبلش إنه نكون نحن كلياتنا مثل يعني حاسين بالأمهات كلها، إنه مشان نكسر الروتين للولد. شو عملنا أول شيء؟ عملنا كأستاف كتير ممتاز وذو كفاءة عالية وعنده روح طويلة بالدراسة للولد. يعني مشان نحن ندرس الولد بغير طريقة الأم اللي هي بدرسه بالبيت. نحن بنعرف إنه بعمان نسبة كتير كبيرة من الأمهات تشتغل، ما عندها ولا وقت ولا أي طولة بال مشان تعرف تدرس أولادها. نحن حبينا ناخذ هذا العبء عنها بصراحة، يعني حبينا أن الأولاد تجي لهون لعنا ونحن ندرسهم بنفسية تانية، بأولوية تانية، بجو، بروتين أي منها، يعني مشان نكسر بقى هذا الوضع. نحبب الطفل بالمنهاج، نحبب الطفل بالمنهاج، نحبب الطفل بالدراسة، بس بأسلوبنا نحن. فالحمد لله عنا أسلوب وعنا برامج وعنا مناهج وعنا شغلات جديدة للمدارس الخاصة بشكل عام. نحن نتعامل أكثر شيء مع المدارس الخاصة، النظام IGIB SAT. نعم. عرفتي كيف؟ فهو الحمد لله، يعني الله يقوينا يا رب، والحمد لله هيك الفكرة كانت. آمين يا رب، كل التوفيق لحضرتك. نفوت أكثر بالتفاصيل، نشرح للسادة المشاهدين أكثر عن آلية العمل عندكم، كيف بتتم، مع أي عمارة بتتعاملوا، بحيث إنه يكون عندهم نبذة بسيطة، نبذة كاملة عن الموضوع. إن شاء الله. هلا نحن بنبلش من الأعمار، من البري سكول أو الكي جي 1 لصف 11 للأول ثانوي. تمام. عندنا المناهج اللي هي بناخذها الناشونال والانترناشونال والاي بي والسات. تمام. في عندنا باكيجات، يعني عروض، يعني نحن اول من فات بالاكاديميات ببرنامج اسمه الحقيبه المدرسيه او الفول باكج اللي بياخذوه الطلاب بعد ما يروحوا من مدرستهم. يعني مثلا الطالب بيرجع على 2:30، بيقدر يعمل دوش ويتغدى ويرتاح شوي ل3:30. نحن بنستلم الطالب من 3:30 تقريبا ل5:30، هذا يومي، هذا باكيجات يومية اسمه باكيج الحقيبة المدرسية نحن بنعمله. هذا له أسعار خاصة وتعامله خاصة مع المساد، ويعني بروجرام خاص فيه. عرفتي كيف؟ بحيث إنه نحن نمسك الولد إذا كان لا سمح الله مثلا إنه علاماته مو منيحة، الولد متدهور كتير بدراسته الأكاديمية، فنحن نمسكه من A to Z، يعني من صف تقريبا خلينا نقول من قد ما كان أبكر كل ما كان أحسن. نعم. يعني من أول المنهاج بنمسكه للآخر. هذا نحن البرنامج منفضله عن ساعات التقوية العادية اللي هو ساعة أو ساعتين بالأسبوع. ليه؟ لأنه بنمسك الولد، بنمسك الولد أكاديميا. عندي مس لكل مادة، يعني الرياضيات ماس عنا مس، العربي عنا مسات خاصة، العلوم الساينس البيولوجي الكيمستري الفيزيكس عنا كمان، يعني كل واحدة معلمات خاصة. بنعمل له فحص مستوى مجاني اول ما بيجي عندنا الطالب، بيقعدوا معه المسات، بنعمل له فحص مستوى مجاني بس بدون ما يمل، بدون ما يخاف من الفكره، يعني من خلال حكينا معه. اكيد. عرفتي كيف؟ وهكذا. حضرتك بنحكي حصص جماعيه ولا بتكون برايفت للطالب؟ لا برايفت. هلا نحن بنعمل فحص المستوى بالقاعه برايفت مشان المس توصل التفكير للولد، انه كيف مستواه بتفكير بكل ماده، بكل استيعاب، انه كيف استيعابه، كيف قبل ما احنا نسمع حكي الاهل عنهم عن الطلاب. نعم. لانه نحن قد ما حكونا الاهل، يعني حتى نحط الطالب جنبنا ونساله نحن حتى نعرف نحن كيف طريقه استيعابه بالموضوع. نعم. كل التوفيق لحضرتك. نشرح اكثر، يعني شايفه على البروشور دورات كمبيوتر بشهادات ماتريك، في دورات، في عندنا قاعده كمبيوترات خاصه مع داتا شو. نحن في عندنا دورات كمبيوتر حديثه
الاوتوكاد وال3 دي والفوتوشوب، في عنا شيء للتجهيزات الطبيه، في عنا شيء هندسه عماره وديزاينر، ويعني كل هدول الدورات الحديثه اللي نحن بنحكي فيها بالكمبيوترات. عنا قاعه مجهزه كامل بالكمبيوتر مع انترنت مع داتا شو مع جو، خلينا نقول هذا الجو اللي شهادات معتمده. هلا شهادات معتمده، نحن اخذنا شهادات معتمده من جامعه الشرق الاوسط، هي اول جامعه نحن بنتفق معها منشان نعمل معها دورات تدريبيه. كل التوفيق لحضرتك يا رب. الان فوت اكثر، واجهتي صعوبات ومشاكل ست رهاف عند افتتاحك للاكاديميه؟ الصعوبات ومشاكل الحمد لله، لا الحمد لله يعني اختيارك للكادر. طبعا هلا صعب انك تختاري انت الستاف تبع الاكاديمي، انه بدك اياه كثير مثلا على البروفيشنال، على نحن على المستوى اللي نحن عاملينه، بس لا الحمد لله كنا نحن متفقين نحن والبنات من قبل ما انا افتح المشروع، فكان يعني الحمد لله كان كثير الموضوع كل التوفيق لحد الله يسلمك. الان بدنا نتحدث نقطه يعني هي بتهم الامهات اكثر شيء، مثلا بيجيكي طالب تكون في عنده صعوبات تعلم، وطالب يكون في عندك مثلا بدنا نحكي تعليمه انه مستقبل المعلومه بكل سهوله، بالزبط. كيف بيتم التعامل مع الطالب هذا والطالب هذا اذا كانوا بنفس المقعد؟ يعني تفضل. بالضبط. هلا يختلف المستوى طبعا من طالب لطالب. هلا نحن منين نكتشف؟ من الفحص المستوى اللي بنعمل له اياه. يعني نحن فحص المستوى مو بس المعلمه بتعمله معه، اكثر من منشان ممكن يكون مثلا الولد ذكي بالرياضيات بس عنده ضعف بالعربي، ممكن عنده يكون ضعف مثلا بماده غير ماده، ممكن يكون كل المواد. اكيد. هلا لكل المواد نحن بنتفق مع الاهل انه لا لازم يحطوه الفول باكج عنا، الحقيبه المدرسيه معنا، منشان نحن نمسكه وحده وحده، منشان يكون استيعابه معنا وحده وحده، يعني نحن ما بنمسك طالب عدم المؤاخذه بدها الام ساعه بالاسبوع يكون مستوى التعليمي متدهور، نحن ما بنفيده بشيء. اكيد. نحن ما بنستفيد، يعني لا نحن بنستفيد ولا هو بيستفيد. ايوه. فمشان هيك نحن لازم نحكي مع الاهل اول شيء، ولازم نعمل له فحص المستوى. اكيد. كل التوفيق لحضرتك يا رب، يعطيك الف عافيه. لما نتحدث على رؤيتك المستقبليه بنفس هذا المجال شو مفكره؟ يعني انا يعني بحلم بشغلات، بتامل من شغلات انه نحن نخلي في جيل صاعد بصراحه دراسيا، يعني خلينا نقول ناسس جيل صح، ناسس جيل بالمستوى التعليمي صح. بدي اقول لك شغله كمان خارج يعني نطاق الطلاب والتدريس، مختصه علم نفس انا، وبحب كل شيء فيه تحفيز فكري، يعني عن الطاقة والسعادة والسلبية، هذا الشغلات أنا رح أعطيها هون. يعني أنا هلأ فايتة بدورات عشان أنا أعطي حتى للأمهات قيمك عن الطلاب، أنا نفسي حتى أجتمع مع الأمهات ندرس أنا وياهم التفكير الإيجابي بالأطفال، يعني مثلا إنه كيف نتعامل حتى مع أطفالنا بسن المراهقة بسن أصغر، عرفتي كيف؟ يعني أنا نفسي حتى أعمل لحالي شيء إنه نحن كأمهات وكأطفال نحن نبني يعني بنا صح، تأسيس صح حتى بنفسية الأهل، عرفتي كيف؟ يعني بدي أدخل أنا حتى على نفسية الأم، يعني أنا عم بعمل دورات تحفيز فكري، ذكاء العاطفي، التنمية البشرية، عرفتي كيف؟ كمان هدول الدورات كثير مطلوبة بهذا الوقت، لأنه نحن وصلنا لوقت ما عم نعرف نفكر صح. فعليا كل التوفيق لحضرتك يا رب، وبتشكرك على اللقاء الجميل مع حضرتك، يعني بتمنى لك التوفيق الك وللكادر اللي عندك. يا رب. كل الاحترام. تسلمي حبيبتي. بنهاية اللقاء انا كلمه لجلاله الملك من داخل اكاديميه فخر الاردن، تفضل. يعني شو بدي اقول؟ يعني الله يا رب هيك يقويك ويحميك، وهيك مشان هيك يا رب تقدرنا، يعني كلياتنا مشان نكون عند حسن ظنه يا رب. بالتاكيد يا رب. بتشكرك مره ثانيه ويعطيك الف عافيه. بنهايه اللقاء نحدد للساده المشاهدين موقع اكاديميه فخر الاردن، ارقام الهاتف للتواصل، صفحتك على فيسبوك، على الويب سايت ان وجدت، تفضلي. ان شاء الله. اكاديميه فخر الاردن نحن موجودين بالجاردنز مجمع الطباع رقم 101، موجودين نحن فوق حبيات سميرانيس. نحن عندنا بيج على الانستغرام وعلى الفيسبوك، عندنا ارقام تليفون، رقم تليفوني الشخصي 079-772-3322. رهف الجمل والاونر للاكاديميه. شكرا لك. يعطيك الف عافيه. شكرا لك.